نشأت عايشة والأعمال وشغالة والأعمال وشغالة. مع انتهاء ترند أم البنفسجي اللي استمر أسبوع والشعب العراقي لا يأكلون ولا يشربون، معهم موضوع غير مرام المجيد أو أم البنفسجي، اليوم بلشنا بداية أسبوع جديدة وترند جديد مع هذا الشخص أو هذا الكائن اللي ما أعرف على شنو محسوب. وأحد اللقاءات اللي مثل ما تشوفونه طلع ترند بيها هو يغني مثل ما سمعون صوته، بالإضافة إلى أنه هذا أخذ من عندكم أنه راح يطش مثل ما طشت مرام، بالإضافة مثل ما طشت بني الموسوي وعذراء وحوراء اللي كان الترند مالتهم ذاك الاسبوع الراح ومن علمش هذا الحكي. فاحنا الشعب العراقي دول العالم دا يبنون عمارات، دا يبنون شغلات، دا يكتشفون ذرات وامور كلها، احنا اليوم دا نكتشف هاي المواهب العراقيه. وارجع واكرر، المخبل قبل كنا ما نعرفه بس اهله يعرفون بيه، لما نزل التيك توك كلها قامت تعرف المخبل.